مشاهد كرام، بنرحب بالدكتورة أميرة راغب أحد الأخصائيين هنا في الموجودة داخل المعامل هنا بالمركز الطبي التجديد. أهلا بك دكتورة. أهلا بحضرتك. قولي لنا بقى مهمتك إيه داخل المعامل؟ أنا باحثة في معمل السيل بيولوجي هنا. إحنا بندرس الخلايا وكيفية عمل الخلايا، بندرسه من خلال عندنا جهاز الإلكترونيك مايكروسكوب، وده بيتميز بتكبير العينة اللي عندنا، بتكبيرها تقريبا 2 مليون مرة أكبر من حجمها الطبيعي، وده طبعا بيسهل لنا، بيورينا شكل العينة 3D، وبيسهل لنا إن احنا نقدر نشوف تفاعل الخلايا وتواصلها مع بعض. وبرضو بنستعمل تكنيك تاني اسمه زراعة الأنسجة، وفي زراعة الأنسجة دي احنا بنقدر نهيئ مناخ، عشان احنا بنزرع الخلايا بره مناخها الطبيعي، فبنقدر نهيئ لها المناخ اللي هي تقدر تتكاثر فيه. وبعدين بنستعمل الأنسجة دي في ان احنا نعمل دراسات عن الأدوية، تأثير الأدوية عليها والمضادات الحيوية والبكتيريا والفيروسات، ودي بتكون تقريبا اول خطوة من خطوات الكلينيكال ترايلز. اول ما بتجيلك عينة دكتورة أميرة بتعملي اول خطوة بتعمليها؟ اول خطوه بعملها هي بستلم العينه، وبتتحضر بطريقه بتكنيكات معينه على حسب انا هعمل بيها ايه، وبعدين بتدخل على الجهاز سواء كان الميكروسكوب او الاجهزه الثانيه اللي هقدر استعملها. دكتوره اميره، الوقت اللي انت بتاخديه في العينه عشان تطلع النتيجه كام الوقت؟ تقريبا 3 ايام. 3 ايام بعد ما بتخلصي بقى من النتيجه، ايه اللي جرالك تاخديه بعد كده بقى؟ بعد كده في جزء من التكنيك بتاعنا بيكون خاص بالسيتوباثولوجي، وده بيكون بناخد العينه وبنعمل حاجه اسمها هيستوكيمستري عليها، ودي بنستعمل صبغات معينه او مختلفه على حسب نوع العينه اللي عندي، ومن خلالها بقدر ادرس واحدد اختلاف الاورام في الخلايا نفسها، واختلاف زي حاجات تانية زي البكتيريا والفيروسات والحاجات.